فقرتنا الأولى يا نور رح نروح فيها مع الصحة النفسية، يلي هي حالة الفرد المستقرة اللي بتمنحه القدرة على تحقيق ذاته وتقدير جهوده من خلال قدرته على استغلال مهاراته وكفاءاته إلى أقصى حد ممكن. ولا شك أنه الضغوطات النفسية والناحية النفسية السليمة تنعكس بشكل إيجابي أو سلبي على مختلف النواحي الحياتية. لحتى نحكي أكثر على مدى تأثير الراحة النفسية على تحصيل الطالب وخاصة هلأ، اليوم بصرنا نرحب معنا بالاستوديو بالمدام هناء النيازي، أخصائية أسرية تربوية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك مدام. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير. يمكن موضوع بهم كل الأهالي يعني يتابعونا اليوم، قربت الامتحانات الشهادتين ودائما برافقة توتر وضغط نفسي، مو فقط للطلاب، للأهل بشكل عام. خلينا بالبداية نعرف شو هو الضغط النفسي أثناء الامتحان أو قبل الامتحان للطلاب، لما نقول فعلا هيدا عنده ضغط نفسي أو توتر نفسي مشان نقدر فعلا نتعامل معه. تماما. هلا دائما لما بيكون في عنا حالة نفسية ضاغطة بنشوف حالة انفعالية بترافقها مشاعر الخوف والقلق، بتنعكس على جوانب حياتنا، بتشكل إعاقة لحتى نستمر بحياتنا بالشكل الطبيعي، أو مثل ما تفضلت بالمقدمة حتى قدراتنا الموجودة عنا ما بنقدر نستثمرها كما صحيح. يجب، خاصة في الوقت اللي نحن بأمس الحاجة لهيدي الملكات اللي عنا إياها. فالامتحان بشكل عام وضغط الامتحان، أول شيء بدنا نعترف إنه هو فعلا شيء ضاغط وشيء ما له سهل، إنه الإنسان يتعرض اختبار انه يكون في نحن على مصيري. محل تماما، يعني هو اختبار بدنا نقول امتحان هيدا مصيري، يعني مصير مستقبل بالنسبه للطالب. هلا لحظه شوي، مصيري شيء ثاني، ولكن اي شيء نحن بنكون على قياس لقدراتنا وتقديره وتقييمه بحسسنا بشيء من التوتر، بحسسنا شيء من القلق. هذا كلياته هرمونات داخليه وكيمياء داخليه داخل الجسم، ماده الادرينالين تفرز، رب العالمين حطها فينا لحتى تتحفز فينا أعلى قدرات العطاء بهيدي الوقت. ولكن لما بتزيد وبتكون زيادة عن الحد الطبيعي، وقت بتكون ضاغطة كتير، فهون بتشكل إعاقة على عملية الاستذكار، على عملية الحفظ. فكلياتها هي بتشكل مشكلة في بهذا الوقت، كيف نحن بدنا نقدر نواجه هذا الشيء، وكيف بدنا يكون تقييمنا جيد أو بيتناسب مع الشيء اللي نحن تعبنا عليه ودرسنا. فهي فترة ما لها سهلة ابدا. مدام هناء، يعني ايام قليلة بتفصلنا عن بدء الفحوصات الأخيرة للتواسع وللبكالوريا. الشهادات. اليوم مرقنا نحن بفترة من الحظر والكورونا والبيت والعجقة، وليلنا نهار، نهارنا ليل، كثير صار في كركبة للطلاب. اليوم اغلب الطلاب بيقولوا لك أنا ماني ملحق، بصير عندهم حالة من الستريس كثير فظيعة، حالة من الخوف كثير فظيعة. كيف فينا بالأيام القليلة نحن نرجع نعمل سبر للمعلومات بطريقة نهدي نفوسنا شوي؟ تمام. هلأ بداية ما فينا ننكر أنه الشيء اللي صار حينعكس سلبا على أبنائنا. ليش؟ لأنه دائما الإنسان بحب الشيء الروتيني أو الخطوط الواضحة بحياته. إجت هيدي أزمة الكورونا فنوعا ما عملت خلل، إمتى توقيت الامتحان، هل حيتأجل أو لا، في كثير من الثغرات، ما بالك كمان بالمنهاج اللي تنقص وكيف حنقدر نرممه. كل هاي إشارات استفهام بتشكل قلق عند الطالب وبتشكل فجوات وشيء لسه ما له قدران هو في شغلات يتوقع. إيجابية نوعا ما حصلت، يعني تصريحات وزير التربية الأخيرة أنه ما رح يدخل ضمن الامتحانات غير المواد او الاشياء اللي اخذوها. هلا هي تطمينات، هي تطمينات لتريحه نوعا ما نفسيا. تمام، ولكن لتخفف عليه هيدا الضغط وهذا، ولكن ما بتلغي القلق، لانه يعني دائما نحن لما بدنا نقدم شيء المفروض يكون في عنده هذا الاستعداد والهدوء النفسي عند الطالب. ولكن نحن كيف بدنا نتدارك؟ يعني بالنهايه هذا وضع عام ومرق علينا، كيف بدنا نتدارك؟ دور الاهل كثير اساسي، انه يقدروا يرجعوا له هذا الامان الذاتي عند الطفل، الطالب، ثقته بنفسه، ما يكون كثير التأكيد على التقييم والنتائج. خلينا نركز على الجهود. هلا سؤالك كثير حلو كثير محدد، انه كيف نحن يحس حاله انه هو متمكن من المادة، لانه قلق الامتحان له مكونين، هو المكون المعرفي، كيف هو حاسس بالرضا عن المجهود اللي بذله خلال هيدي الفترة، والمكون الانفعالي. يعني انا كشخصية طفل طالب، انا بقول طفل لانه كله تحت
14 صحيح. اطفال صحيح. كيف مكونه الانفعالي؟ هل هو حدا متوتر بشكل عام؟ هل هو عنده قلق معمم؟ هل في عنده مشاكل ما بيقدر انفعاليه ما بيقدر يسيطر عليها؟ هون دور الاهل كيف يتعاطوا مع كل ابنائهم بالطريقه اللي بتناسبهم. كثير بحبذ انا استشاره الاختصاصي النفسي اذا في عندنا هيدي المؤشرات قبل الامتحان، لانه اذا كانت موجوده بيجي قلق الامتحان بيزودها بزياده. وعي الاهل لهذا القلق اللي هو عم يعيشه وما ينكروا وما يقولوا له شغله سهله وغيرك مرق فيها، هي النقطه اللي بدي اسالك عنها، غيرك مرق فيها وشو اول حدا قدم شهاده. وهي في كثير من الامور بتضغط نفسيا على الطالب. صح. وقلتي نقطه كثير مهمه، وعي واستيعاب الاهل قديش بيلعبوا دور ايجابي باخفاء او تخفيف الضغط والتوتر النفسي على الطالب، لانه بالاخير هي يعني امور ما في اول مره عم يخوض الطالب، فاجباري راح يكون قد ما كان متمكن عنده بعض تماماً. التوتر النفسي، تعامل الاهل قد ايه بيلعب دور ايجابي بتخفيف هيدا الضغط؟ هلا دائما دور الاهل اذا بدك هن يا بشكلوا قلق زياده على الطفل على الطالب او بيقللوا، فهذا التفهم لهذا الشيء ثقتهم بابنهم وكيف هو حيقدم بناء لاستقلاليته ولشخصيته، دعمهم بالكلام اذا حس بشيء. انا كثير بركز على الاهل على الامان والعلاقه الايجابيه بين الطالب والاهل، لانه بمجرد ما يكون في امان فبيقدر يشاركهم مخاوفه، بمجرد ما يشاركهم هيدي المخاوف ويلاقي هذا العقل المتفهم وهذا الدعم منهم، هل هي المخاوف حتقل وحيكون اكثر قدره على التعامل معها من خلال ثقتهم فيه ودعمهم له. فشوفي دور الاهل قديش هو جوهري. بعد منا خليني انا اشوف وين مصدر القلق او شو الثغره اللي هو ابني انا عنده قلق فيها، هل هي فجوات تعليميه؟ هل هي حالة انفعالية ما عم يقدر يسيطر عليها؟ بنيجي هلأ لوقت المراجعة، الوقت صار كتير ضيق، خلينا نحكي شوي بطريقة مراجعة ترجع ثقته بنفسه بالمكون المعرفي اللي عنده يعني. موجود. دائما ما يركز على النقطه الثانيه الموجود يعني ما يتشتت تماما ما يتشتت. خلينا نركز اول شيء على العناوين الاساسيه. هون الطالب لما عم يراجع يشوف العنوان والفقرات الفرعيه يثبتهم، انا بشوفها هي مثل البناء، اول شيء ببلشوا بالاساسات، من بعد منا بتكون الملء الفراغات. هون بيكون الحفظ بالنسبة له بيختصر وقت كتير طويل عليه، يعني بدل ما يكون المراجعة بدها 3 مرات مرة واحدة بتكون كافية ومركزة، وبيحس بدل ما جاب هي الفقرات الأساسية ومنركز نحن على تدريب عند أبنائنا على الكلمات المفتاحية. يعني التعلم عنا طالما في أشياء أساسية فبيجي الترميم الفجوات والثغرات تلقائي. مهم إنه العنوان الأساسي واضح، العناوين الفرعية كمان جاهزة، نحن بنسميها الكلمات المفتاحية، يتعود هو كيف يلقطها وكيف يطلعها، هي بتكون أساسيات. هون بس ليبلش هو بالامتحان، بس ليتذكر إنه هو حافظ الهيكلية الكاملة للدرس وليس كلمة كلمة، الطريقة اللي كتير تعودوا عليها أبنائنا وكتير متعبة وكتير مرهقة وما بتجيب علامات كتير تماماً. بتنسي. بينما تماماً بالضبط بيقولوا لك عطيني بس أول كلمة وأنا بكمل، بس هي مشكلة. بينما هيكلية الدرس صار واضحة بالنسبة إلي كاملة كطالب، فهذا الشيء كتير بيريحني. بالإضافة لاستراتيجيات كمان فينا نستخدمها بقاعة الامتحان كمان بتساعدنا على تخفيف قلق الامتحان. مدام هنا خلينا نحكي نقطة مهمة، يعني كتير من الطلاب بيحبوا يدرسوا بالليل وطلاب بيحبوا يدرسوا بالنهار، هون خلينا نركز على دور الأهل، كيف بتدلل الأم ابنها؟ كيف بتعمله كاست النسكافيه اللي بحبها؟ الأكل اللي بحبها؟ شو هنن الأكلات اللي تركز عليهم يكونوا غنيين بشو؟ طبعاً قدر المستطاع هلا بظل الغلاء يلي نحن فيه ضمن الإمكانيات يعني طبعاً، كيف خليه يرتاح؟ كم ساعة بالنهار؟ خلينا نحكي على الروتين اليومي بالأيام القليلة المتبقية. هلا بصراحة كثير أنا بحب إنه الأهل يكونوا محضرين لفترة الامتحان مثلهم مثل أولادهم، يعني يسألوا على الشيء الصح، الصحي أكثر، بس ما يكونوا هن خايفين، الأمهات هن بيكونوا هن بيعملوا توتر على أبنائهم. كيف نحن نحضر؟ يعني مثلا شوف أنا نمط ابني، في أنا هلا دائما الدراسات بتأكد إنه الدراسة الصباحية هي كثير ذات فعالية أكبر. أفضل.
بكثير، يعني حتى مخزون الذاكره والذاكره انشط وبيقول لك خلايا الانجاز بيكون ضعف. فانا ما فيني اجي دربه اذا هلا هو متعود على الدراسه الليليه اجي هلا خربط له البرنامج. فللاسف وصلنا لمرحله مثل ما تفضلتي بدي داري انا وامشي بهذا النمط اللي هو ماشي فيه قدر المستطاع. الغذاء اللي حضرتك حكيتي عنه ما بتتخيلي قديش دوره كتير أساسي لحتى يقدر بالنهاية. المجهود الذهني كتير بده أغذية معينة لحتى يقدر يستمر، ونحن منحس لما بنبذل مجهود ذهني كتير منحرق. فهذا الشيء المفروض الأهل يكونوا واعيين عليه ونركز على الأكلات اللي فيها غذاء للدماغ. هلأ بظن الوضع الاقتصادي قدر المستطاع أعطي وصفة سريعة هيك وزريفة. أنا بحس يعني الدراسات بتقول إنه الليمون وحتى مادة النعناع هي شيء فيتامين سي منشطة وبتعطي طاقة كتير حلوة وبتخلي هذا النشاط الذهني مستمر، وهو مشروب يعني لذيذ ومحبب للأبناء. فكمان هي فينا نركز فيها الابتعاد عن السكريات بشكل كبير، النشويات كمان نخفف عنها قدر المستطاع، خضروات قد ما فينا نكتر فيها. والمنبهات في طلاب يضلوا بيشربوا نسكافيه او قهوه كل الوقت مشان يضلوا واعيين ويلحقوا قدر المستطاع، بحس انه لا هيك بيعملوا ستريس اكثر. حكيتي كلمه تماما، الاستراحه يكونوا ببال الاهل انه الاستراحه كثير ضروريه، حتى النوم الكافي كثير ضروريه، لانه هذا الجهد الذهني اللي عم ينبذل أثناء أنه بتم عملية تنظيف للدماغ فبيفز بنشاط أكبر وقدرة أكبر. لما الأهل بيشرحوا هذا الشيء للابن كتير حيتعاون معهم ويساعدهم لحتى يكون بأداء أفضل. بس حابة أنا كمان في تقنيات ياريت المشاهدين يتدربوا عليهم حتى مع أبنائهم، تمرين التنفس. ما بتتخيلي لما بيرتفع التوتر والقلق عنا نحن لا عاد نقدر نتذكر ولا عاد نقدر نفكر منيح، نحن في حال خطر، في مؤشر جوا عم يقول لك انت بخطر، نحن بخطر ما بنقدر نفكر، ردات فعلنا اغلبها بتكون لا واعيه. صحيح. والدراسه والاستذكار كلياتها المفروض تكون واعيه. فهون انا كسرت النظام الداخلي اللي بيقدر يعطيني الشيء اللي انا تعبته مجهودي، يعني كلياته هذا بيروح، وهي نقطه كثير حساسه. صحيح. فأنا بتأمل إنه الأهالي يتدربوا مع أبنائهم على تمرين التنفس. تمرين التنفس هو شيء بسيط واللي الحمد لله إلى الآن متاح. ما له بمصاري. هلا بصير معنا تنفس يعني بصير بياخذ عليه ضريبة. لهلا متاح، عرفتي كيف؟ قدام الكل. فهو إنه ياخذ شهيق طويل، يعمل حبس 4 ثواني تقريبا، يمسك نفسه يعني مثل ما بيقولوا. ايوه تمام. لا اول شيء هو التنفس بده يعتبر انه كانه في بالون ببطنه، يا عيني عليكي، عكس التنفس اللي نحن بناخده على السريع. ينفخ بطنه بعدين يحبس 4 ثواني ويطلعه قدر المستطاع، يا عيني عليكي. أوكي. الفكره من هذا التنفس ويعيده 10 مرات. بتامل انه بوقت محدد ولا لا؟ هلا يفضل صباحا كمان قبل الدخول الامتحان، ولما بيحس بحالة توتر ينفذه. هذا التمرين شو بيعمل؟ بيعطي إشارة للوزة. هلا القلق والتوتر هي باللوزة عند الدماغ بأسفل الدماغ، هي المسؤولة عن مشاعر القلق والخوف والتوتر. هي بقى اللي بتتصرف، مو نحن بنتصرف على فكرة. بيغيب العقل شغله، مشان هيك بنشوف لما اثناء الحوادث بتكون ردات فعلنا نحن ما لها مضبوطه، يعني يا احجام او هروب او اقدام، عرفتيكي، او ثبات، بتلاقينا بنجمد بارضنا. فهي هاي هذا التنفس بيعطيها مؤشر للوزه انه هدي، الامور بخير، القياده معي، انا بخير، تمام. هذا التنفس لانه انا قلبت التنفس من لا ارادي الى ارادي. هلا تنفسنا لا ارادي، ولكن انا قلبته الى ارادي، فانا اعطيته مؤشر انه انتبهي نحن بخير، هدي شوي. ما بنلاقي الا مع الوقت حس بهدوء ورجعت له اتزانه الداخلي وحتى حرارته، لانه بنعرف بصير في خفقان بالقلب، جفاف بالتم، بروده بالاطراف، هذا كلياته مؤشر للقلق العادي اللي بيكون محفز، ولكن اذا زاد فحيعمل مشكله. هي نقطه كثير مهمه يمكن بتصيب كثير من الطلاب قبل الدخول على الامتحان، يعني قديش مفيد ممكن نعمل هيدا التمرين، بس في ناس بتقول لك ما انا فايقه هي القصه لانه متوتره. وقديش مهم لاسالك على هي النقطه بالذات، في كثير من الطلاب بيتموا ماسكين الكتاب لاخر لحظه
لحتى يفوتوا على الامتحان لمراجعة كل شيء ببالهم. قديش هاي النقطة كثير مهمة، في كثير ناس بتقول لك أو دراسات لازم خلص يوقفوا قبل بساعة، وفي ناس بتقول لك لا ما في مشكلة. صحيا ونفسيا قديش مهم أنا وقف مثلا خلص على الساعة 7 وتهيئ نفسيا وادخل. في أول راية أول سؤال يمكن بتصيب كل الطلاب، بيقرأ سؤال وببلش تتوتر، بيقول لك لا أول 5 دقائق خذ هذا النفس، ممكن تستذكر كل شيء، ممكن فعلا تقدر تراجع كل شيء بينك وبين حالك. طيب حقلكم هلا على طريقة شخصيا أنا يعني كثير بعتمدها، بس بدي رجاء من الأهالي إنه يجربوا التنفس مع أطفالهم ويشوفوا كيف أثر هذا التنفس فعلا فعلا يعني يقاس خفض التوتر فيه. بس ما في شيء بين يوم وضحاها، يعني نحن لما شربنا القهوة مو من أول فنجان كانت بالنسبة لنا جميلة وممتعة وتعلقنا فيها، تقريبا معنا أسبوع فيه فهي بدها تماما يعني فينا نلحق هذا الأسبوع كتير كافي. تمرين التنفس صباحا ومساء مع أبنائنا، حتى نحن لما بنبعث أولادنا نعطيهم هيدي الطاقة بالتفاؤل وبالراحة. لما ورقة الامتحان ورجاء جربوها الطلاب يعني او حتى الاهالي، ممكن الورقه من بعد اذنك، هلا ورقه الاسئله هي الورقه اللي سؤالك انه بيضل ماسك الورقه وعم يحفظ، هيدي علامه توتر، معناتها هو ما له مرتاح، وهيدي المعلومات كلياته اللي عم يقريها ما حتفيده بهيدي اللحظه. تمام صحيح، وما بصير اساسا فمنبلش بتمارين التنفس، خلي ثقتنا فيها اكثر من هيدي المراجعه اللي قبل الفحص. منتني اسئله الفحص هيك من اولها او على المسودة هي نفسها فيه تمرئي يعني ومنبلش هيك مننزل اول باول، مو اول سؤال على فكره، مو اول سؤال الصاعقه، منبلش نحن من عند الجمهوريه العربيه السوريه تمام مجرد ما قراتي انه الجمهوريه العربيه السوريه هي معلومه بنعرفها تمام فهون عطى مؤشر انه خلص امورك بخير بعرفها تمام فعطى اطمئنان داخلي. وزاره التربيه بعرفها تمام فهدي تمام بيبلش بينزل بعدين مثل ما تفضلتي، بس عطى هدوء داخلي انه هيدي الاسئله خلص من جوا صار بيعرفها. تخيلي قد ايه في طلاب بيعلقوا عند اول سؤال وبيرتفع معهم التوتر صحيح. وبيكونوا دارسين على فكره وعاملين جهدهم، ولكن حاله القلق والتوتر ما عاد قدرت تكفي معهم. بعد منا بننقل اسم الطالب خط درجه درجه، ولحتى نوصل على ما بتاخذ هيدي العمليه 10 ثواني 15 ثانيه يمكن، ولكن هو بتأثر عمل كثير هدوء نفسي داخلي وقدر يتوازن وبيكفي. بجوز اول سؤال ما حيعرفه، بجوز عرفتي كيف بينقل على السؤال الثاني، بس هو صار اكثر توازنا. وحتى استرجاع المعلومات للاسف بيكون في عنده ضخ بالمعلومات اللي عنده، كمان هي بتعمل له ارباك. ممكن كثير انه يسجل على المسوده المعلومات اللي عم تجي بسرعه، غزاره المفردات حتى التسلسل بقراءه الاسئله بيلعب دور، مو تسالي يعني ممكن انت ما تعرفي السؤال الاول تنتقلي للثاني تعرفي، بس تقري كل الاسئله سوا هي بتعمل لك خضه تمام. لكل الطلاب ما لها صحيه ابدا ابدا. فهيدي التجربه اذا مرقوا فيها واذا سؤال ما عرفه حس، بس هو يراقب حاله وما ينكر انه انا حاسس بحاله توتر، قلبي بلش يدق، بلشوا ايدي ترجف او يكون في برود بالاطراف، هذا التنفس بيرجع بيهدي. بس انا بتامل كمان كثير من المراقبين يعني بتامل كثير يكون في تفهم للوضع النفسي عند الطالب، يعني رجاء ما يزيد التوتر من وزاره التربيه انه يركزوا على المراقبين، لانه فعلا احيانا في حركات صحيحه كتير عامل موتر جدا، وبيستهزئوا احيانا بتلبك الطالب وببلشوا يحاسبوه درست ولا ما درست، نعم نقول بينقلوا تأفقفهم تبع البيت على قاعة الامتحان هي او بيحكوا شو بدهم يطبخوا مثلا. انا كان في حدا كانت عم تلعب رياضة بقاعة الامتحان يعني عم حركة سريعة، هي حابة تستثمر هذا الوقت فهي كانت وترت الطالب تماما، بس هذا الشيء بيوتر الطالب. محاسبة الطالب مثلا اذا صح بدا عليه شيء من حالات التوتر او الانفعال، لو دارس ما صار معك شيء، هلا مو هذا وقت هذا الكلام، يعني رجاء نكون دعم، يعني نعتبرهم عن جد ابنائنا. نعم نحكي عن بعض الحالات طبعا. تمام، ونكون دعم لهم لانه هذا الشيء بيساعدهم. اكيد مرقنا بفترات امتحاننا وشفنا المراقب لما بيكون داعم بيكون ايجابي، قد ايه هذا الشيء بيساعدنا لنعطي افضل. وخاصة بالدقائق الأخيرة.
عينك بورقتك باقي معك خمس دقائق باقي مثلاً. معك هالقد دقائق مثلاً. وهو الطالب بيكون بعده ما انه ملحق كمان صح. هي حاله من الاسترس فعلا فهي المفروض يكون فيها تعاون يعني هلا نحن عندنا الاهل قديش بده يكونوا داعمين والمراقبين قديش هم داعمين وزاره التربيه كلها اجمالا تاخذهم بعين الاعتبار بهذا الوضع الصعب ان شاء الله بدنا نتمنى التوفيق لكل طلابنا نتمنى الكل يقدم منيح إن شاء الله يا رب وهيك يكون رواق ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب شكرا بالنهايه هي فتره مرحليه بتمرق يعني إن شاء الله. فنحن نوضح لهم لابنائنا انه هي فتره وبتمرق فيها صعوبات ولكن من بعد منها انت حتستمتع بهيدي الثغرات اللي مرقت كانت احلى فيها. ايام اصلا عن جد بتذكر وقت التاسع هلا بكالوريا هلا بالوقت ما كنا نقول تماما بس حلوه مشاركه هيدي المشاعر انه كانت فعلا صعبه بعدين بنتذكر مستحيل تنتسى ايام جميله تم مخزونة بالبعض نتشكرك هناء اليازي أخصائية أسرية تربوية على وجودك معنا نتمنى لكل الطلاب شهادتين التوفيق نوجه تحية أكيد لوزارة التربية والكادر التربوي لأنه ضمن يمكن وقت قياسي وضمن ظروف استثنائية عم تحاول تأمن جميع جهوزية تامة لكل الطلاب شكرا كثير لك شكرا كثير لك موفق ابنك وموفقين كل كمان شبابنا وصبايانا بالشهادات ان شاء الله نفرح بنجاحاتهم سوا شكرا كثير لك